رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لبداية حلقتنا لهذا اليوم. بسم الله نبدأ فقراتنا لهذا اليوم، فقرة مع الحدث، أهمية الثقافة القانونية. أهمية الثقافة القانونية هذا شيء أساسي، لازم كل شخص أنه يكون عارف إيش اللغة إيش اللي عليه، ولكن في فترة الصيف مثل ما ذكرت زميلتي آية يمكن لازم نحرص على أنه نعرف إيش القوانين أو إيش الأشياء اللي واجبة لنا وعلينا، تحديدا في مرحلة السفر لازم يكون في عندنا الوعي الكافي أساس أنه نقدر نعرف البلد المضيف كيف قوانينه عشان ما نكون في أي مشكلة أو نضطر لأي مساءلة قانونية لا قدر الله. طبعا هذا الشيء يحتاج إلى الكثير من الوعي ويحتاج إلى أخصائيين للحديث عنه عشان نقدر ناخذ الأمور بطريقتها الصحيحة. اليوم ضيفتنا في الاستوديو المستشارة القانونية الأستاذة عبيدة الشبل، نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة عبيدة. يعني الموضوع جاف وقته مثل ما يقولون، وقت السفر الحين يعني كثير من الناس يجهل هالقوانين الخاصة ببلده وأيضا البلد المضيف اللي حيسافر له. إيش أهم القوانين اللي المفروض المسافر يكون عنده معلومات كافية عنها قبل لا يسافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلتوا بداية إجازة سعيدة، يعني إن شاء الله، وفعلا هو جاء الموضوع مناسب مع صحيح. بداية الإجازة وبعد انتهاء الاختبارات. أول شيء بالنسبة لأي شخص قبل ما يسافر اللي هو بحاجة له هو وجود جواز سفر اللي يمكنه من الخروج صحيح. من البلد ودخوله إلى البلد الثاني اللي هو البلد المضيف. بالنسبة لجواز السفر أو إن كان عنده الجواز فيكفي أن يتأكد من صلاحيته أكثر من 6 أشهر، فأحيانا يسافر الشخص وجوازه ما عنده 2 3 شهور يضطر للتأخر وبالتالي لا يستطيع العودة ويقع في بعض الإشكاليات ويتأخر، ممكن أن يعود ولكن بعد إجراءات طويلة. فأولا هو استصدار جواز سفر، أو إن كان جواز السفر موجود لابد من تأكد من إن صلاحيته أكثر من 6 أشهر، أقل شيء 6 أشهر تكون. والنقطة الأخيرة يتأكد أن ما عليه أساسا إشكالية. أحيانا قد يكون الشخص عليه حكم قضائي فيتفاجأ يطلع للمطار ويبغى يطلع خارج المملكة يتفاجأ بمنعه من السفر، لابد من التأكد أن ما عليه أي حكم قضائي يمنعه من الخروج خارج المملكة. هذا فيما يتعلق في داخل المملكة. هنا بالنسبة للبلد الثاني طبعا تختلف، بعض الدول زي دول مجلس التعاون لا تحتاج أي شيء، يعني ممكن المواطن السعودي يروح على طول، وهناك بعض الدول الثانية زي تركيا اللي تعطي فيزا للدخول في المطار على طول، يعني قبل ما في المطار يحصل على الفيزا. هناك بعض الدول اللي تحتاج إلى الترتيب قبل زي أوروبا وأمريكا، لابد من الحصول على تأشيرة من يعني كده في شكل عام الأمور الأساسية هذا السيستم. يعني هذه بعض الشروط والقوانين بداية لما نبدأ نخطط للسفر، إن كان استعداداتنا للرحلة بالحجوزات وخلافه لازم نشوف تاريخ الفيز وتاريخ انتهاء أكيد. الجواز أيوة أكيد أكيد. طيب أنا أتكلم عن الناحية القانونية، لكن الترتيبات الأخرى زي الحجوزات والفنادق والرحلة السياحية هي يعني خارجة عن القانون، لكن أيوة. إنها بحاجة للمتابعة يعني هذه من الأمور اللي نبدأ فيها بالبداية. تمام. طيب الحين قررنا أنه نسافر وأسرة يعني رايحة باتجاه دولة معينة، التذاكر سارية والجواز ساري وكل الأمور سارية، إيش المفروض علينا أنه نعرف؟ إيش هل مثلا لازم أنا أدخل على موقع معين أو لازم أراسل سفارة معينة عشان أقدر أعرف إيش القوانين في هذه الدولة اللي تحفظ حقي وحقهم أيضا؟ هو في بالنسبة للقوانين صراحة القوانين التي مجرمة أو اللي تعتبر جرائم هي واحدة بمعظم الدول، يعني السرقة، القتل، المخالفات كلها موجودة في كل الدول، فهي يعني عامة، فلا بد الإنسان بذاته يعني هو يتمتع بثقافته هو نفسه اللي تطلع. وهناك بعض الأمور اللي تختلف زي مثلا في دول أمريكا لو كان في يعني معك ولد أو شيء يعني عنفتي بالطريق ولا شيء ممكن يسحب منك، فهنا لابد أن يكون حريص أن يعني عدم تجاوز القوانين اللي عندهم أو حتى الأعراف، يعني حتى الأعراف اللي عندهم لابد من التقييد فيها. فهناك أمور عامة يتقيد بها الشخص في كل مكان سواء داخل بلده أو خارج البلد صحيح. عندما يخرج، ولكن في أمور خاصة لابد أن يطلع عليها قبل السفر. صحيح، يعني زي ما احنا لنا قوانين وأنظمة لازم تحترم، بالتالي أكيد البلد الثاني لازم نحترم قوانينه. يعني إذا حبينا نتحدث عن السن المسموح به للسفر، إيش الأدنى عمر ممكن الشخص يسافر فيه لحاله بالنسبة طبعا للأطفال، في طبعا للمرافقين إذا حبينا نتكلم من غير مرافق. أيوة بالحاله الشخص الولد يعني في 21 سنة يتمكن من السفر يعني بالحاله وإن يطلع، قبل كده لابد من موافقة ولي الأمر، حتى في استصدار جواز السفر لابد من موافقة ولي الأمر. لو كان أقل من كده زي ما قلتي أطفال حتى ممكن قبل 15 سنة دون وجود بطاقة أحوال إن يطلعوا له الجواز السفر ويسافر مع الأهل، لكن السن الأدنى هو 21 سنة يتمكن من الخروج دون إذن يعني من الولد. في شيء ثاني اللي هو بالنسبة في حال خروجه خارج المملكة لابد إن حتى يتقيد
يتقيد بالتعاليم الدولة نفسها، زي ما قلت إن يحترم كيف يعني هنا يعني لابد اللي موجود في المملكة. سيران قانون في المملكة أيضا أيوة تمام، ولابد أن يعرف أنه سفير عن بلده صحيح. الشخص خارج البلد وسفير عن الإسلام حتى يعني صحيح. هو طالع لبلد لابد أن يعطي صورة جيدة عن الإسلام وعن بلده يعني بشكل عام، ويتمتع بالأخلاقيات عموما يعني اللي يتصرف ضمن الأخلاقيات يعني أكيد بيتجنب كل المشاكل يعني. طبعا احنا لما نوصل للدولة المضيفة اذا كان الجوال شغال تجيكي رسالة ترحيبية بانك وصلتي الى هذه الدولة، وايضا في رسائل توعوية جدا مهمة انه لطرق التواصل مع السفارات وخلافه. الحين أيوة. هذه الرسالة ما نلتفت لها ولا نعطيها اي اهتمام أيوة. الا اذا لا قدر الله صار معنا اي مشكلة صحيح. فخلينا نسأل لو كان مثلا احد نسى مثلا جوال سفره في خزنة الاوتيل، او يمكن لا قدر الله سرقت حقيبته في اثناء هذه الرحلة، ايش الاجراءات المطلوب انه يتبعها وايش الوجهات أو الأماكن لازم يتجه لها عشان يقدر يصدر جواز أو إثباتات جديدة؟ أيوة. أول شيء الإجراء الاحترازي أن لابد يحافظ على نسخ يعني تصوير فوتو عن كل شيء يعني سواء جواز السفر بطاقة الأحوال يعني هو يكون مع الجواز بالحالة ويكون معه مجموعة أوراق هي عبارة عن صور. لا قدر الله لو فقد الجواز السفر الأصلي يكون عنده ما يثبت هويته ويكون عنده أشياء يقدر يراجع فيها. طبعا الجهات اللي بيراجعها زي ما قلتي على طول هي القنصلية السعودية خارج المملكة والسفارة السعودية، في كل بلد يوجد قنصلية وسفارة ممكن يتابع عن طريقهم ويطلب. طبعا لا يمكن أن يطلعوا له جواز سفر جديد، لكن على الأقل يسوي له تذكرة مرور يدخل فيها المملكة وفيما بعد يبدأ باستصدار بدل الفاقد يعني ممكن أنه يرجع من غير جواز. أيوة يسوي له تذكرة مرور أيوة أيوة يصير في يعني له أو لكل الأفراد الأسرة يعني لا قدر الله لو كانت السرقة جماعية. أكيد جميع أفراد الأسرة يعني يكون في يعني في حال فقدوا جواز السفر ولم يستطيعوا الحصول عليه فيتم ساعتها من قبل السفارة بتذكرة مرور أو أي إجراء يمكنهم من الدخول داخل المملكة، لكن استصدار الجواز لابد يكون داخل المملكة. جميل. يعني في حال سافر شخص لبلد معين طبعا الفيز أو التأشيرات لها فترة معينة، في حال استمر أكثر من هالفترة المسموحة يعني مثلا أكثر من شهرين أو ثلاثة على حسب طبعا التاريخ المحدد، إيش الإجراء القانوني ضد هذا الشخص؟ بالنسبة لغير السعودي اللي يطلع اللي تأشيرة خروج وعودة يعني أيوة، في حال انتهت العودة لا يستطيع الدخول داخل المملكة لابد من طلب جديد أو استقدام جديد يكون، فالأفضل يتقيد بال أو حتى السعوديين اللي مثلا بيسافروا فرضا لبلد معينة يعني في بعض البلد لها تأشيرة فترة معينة أيوة. هل هو ممكن التأشيرة أكثر من هالفترة؟ هي ممكن تكون سنة أو سنتين اللي ياخذها، لابد ان يرجع قبلها. نفس الشيء في هالحاله لابد ان يلجا للسفاره السعوديه اللي تساعده بان يتدارك الموقف او يمدد التاشيره علشان يرجع مره ثانيه داخل المملكه. طب احنا يعني احيانا نسافر اذا كانت اسر كبيره تحتاج الى انها يكون معها العاملات المنزليات اللي معاها، ما حنقول انه مثلا اذا واجهنا مشاكل في تعنيفهم او التعامل معاهم السيء لانه احنا اساسا باذن الله حنتعامل معاهم بشكل ايجابي، ولكن احنا ما نعرف ما في النفوس واحيانا ممكن يكونوا هم مسافرين معك على دوله مثلا لو قلنا امريكا ولا بريطانيا ولا كندا، هذه الدول اللي تخلي في عندهم بعض الاطماع انه انا ليش ما اعيش هناك. فايش يصير؟ تكون انت مسافره مع مثلا شغالتين ترجع من غير ولا واحده صحيح. فيصير في عندك هذه المشكله انه انت مساءله عنهم، هل انت مثلا زي ما دخلتي لازم تاخذيهم؟ ايش الاجراءات القانونيه اللي تحميكي من انك انت ما تتضرري يعني لعمل مالك دخل فيه او ما قمتي فيه؟ اول شيء اهم شيء يعني لا الافضل عدم الخروج بالخادمه الا لو كان في حاجه ماسه يعني لوجودها، علشان ممكن يكون في بدائل يعني خارج المملكه. وزي ما قلتي ان اساسا يعني الخادمه يعني تخرج من بيئه معتاده يعني هنا داخل المملكه، هي بيئه مغلقه نوعا ما، هي لا تستطيع التواصل الا مع اهلها وباشياء ضروريه، فتخرج الى مجتمع منفتح وقد يكون لها اطماع فيه اساسا، او زي يعني هي مرتبه امورها او حابه ان تطلع او حابه ان تستقر خارج المملكة، فالأفضل أن يعني عدم أخذها إلا في حال الحاجة. ممكن أن تدعي بعدم حصولها على اللي هو الراتب الشهري. الراتب الشهري، لذلك الأفضل أن يكون فيه ما يثبت يعني الشخص اللي طلع يعني أرفق معاه مستندات، يرفق معاه مستندات تثبت، علشان لو ادعت عليه أن ما أعطاها حقوق المالية أو شيء أن يكون فيه ما يثبت أن هي موجودة، لكن لو ادعت عليه بعنف أو ما إلى هنالك فرح يخضع لقوانين البلد. أهم شيء اللي يسافر برا المملكة يعرف أنه جوازه أو جنسيته لن تحميه من قوانين البلد المضيف طبعا. يعني هو سيخضع لقوانين البلد المضيف، وبالتالي إذا تعرض لأي مشكلة لا قدر الله، هو غالبا يعني أن يكون إنسان هو رايح بهدف السياحة أو يتمنى يعني أن يعني فترة هو مو طالع يسوي مشاكل، لا قدر الله وقع في أي مشكلة الأفضل أن يلتزم الهدوء، أن يحاول يكون في مندوب يطلب مندوب عن السفارة علشان يتعامل بكل هدوء، وأهم شيء ما يتجاوز مع اللي هم إن الشرطة اللي تكلموا أو شيء يعني مو زي هو حدود
حدود الأدب يعني لابد أن يكون يتقيد بحدود الأدب، لكن لو هي راحت وانحاشت هو غير مسؤول عنها. طبعا هذا الكلام ينطبق على السائقين والمربيات المنزليات والعاملات أكيد المنزلية. أكيد 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 جميعهم. طبعا عند تقديم الفيز بيكون مكتوب القصد من السفر هل هو للسياحة أو للعمل، لكن اللي بيحصل بعض الأشخاص ممكن يكونوا جالسين فترة أطول 6 شهور أو 5 شهور فيضطروا يشتغلوا مثلا لتسلية أو لمجرد تضيع وقت، إيش الحكم القانوني عليهم؟ إذا طبعا ممنوع إنه يشتغل لأنه هو جاي بس سياحة. أيوة. هالبلد. لا طبعا لو تم اكتشافه أكيد يخضع لقانون البلد ومحاكمة يعني في البلد. لو أيوة أيوة لو هو طلع لو ما في موافقة أو على الأقل يعني حصل أو قال إنه بيشتغل، يعني في أنواع العمل أحيانا تكون بعقد أحيانا تكون متطوع أحيانا يكون شيء، أهم شيء يكون في جهة رسمية تابعة معها وإنه يشتغل ما طلع عن الفيزا اللي راح بخصوصها، قد يكون راح للدراسة مثلا. أيوة فيعني يتقيد. عنده قوانين مختلفة طبعا اللي رايحين للدراسة، في عنده شروط تمنعهم من أشياء كثيرة. أيوة أيوة تمام، فلا بد من التقيد بقانون البلد اللي هو فيه علشان يعني ان شاء الله يكون عنده اجازه سعيده ويرجع بالسلامه دون اي مشاكل يعني. اكيد احنا نتمنى هذا الشيء للجميع، ولكن في بعض الاحيان استثناءات، بعض الظروف تصير معك لا قدر الله، هربت شغاله ولا انسرق الجواز ولا اتلف حتى يمكن بعض الوثائق الرسميه لهذه العائله، دائما التواصل مع الجهه المعنيه هي ممكن انها تقدم لهم العون. طيب اذا كان لا قدر الله صارت مشكله وتطورت واحتاج الى انه يتعامل مع الشرطه لاي مشكله كانت، مثلا لا قدر الله حادث سير او اي شيء، هل من حقه انه هو يطلب مثلا من السفاره انها تامن له محامي او انها تساعده في المشكله القانونيه هذه؟ اكيد اكيد يطلب مندوب من السفاره عشان هو في بلد ما يعرف عنها شيء، فهم يكونوا السفاره يعني هم قائمين لمساعده الجاليات او كل الناس اللي هي من نفس البلد اللي هم فيها، فيساعدوا على توفير المحامي او توفير اي مساعده بيحتاج. احنا مشكلتنا معتمدين على التكنولوجيا اعتماد كامل، الشخص بيسافر بيكون موجوده عنده الارقام للتواصل مثل ما ذكرتي نجل السفارات، لكن اللي ممكن يحصل انه ينسرق من كله يعني فلوس ولا حتى بطاقه ولا حتى جوال، فكل ارقام التواصل تكون مقطوعه عن العالم الخارجي، فمثل ما ذكرتي المفروض يكون في احتياطات موجوده معاه، اوراق مصوره او حتى ارقام مكتوبه خارجيا، ومهم جدا يعرف مكان السفاره كمان انه ايوه في ناس بيكونوا ضايعين يعني بالنسبه للارقام يعني هي ما تعتبر شيء مهم، ممكن عن طريق الموقع يعني يدخل حتى يعني هو في ناس ما يعرفوا فعلا المكان صح يعني ناس جاهلين مسافرين لا يرسل ايميل يعني يتواصل معهم عن طريق الايميل اكيد هم حيرسلوه يمكن لابد ان يحاول يعني هو في لابد يوجد طريقه للتواصل مع السفاره يعني السوشيال ميديا ما قصرت في كل المجالات مسجات ومواقع تواصل وحتى يمكن صارت مواقع التواصل الاجتماعيه مثل الايميلات او مثلا انستغرام او خلافه متواجده فيها يعني المراكز القانونيه يعني اتوقع في الخارج ايوه ممكن انهم ما يقصروا انه هو هذا دورهم اتجاه ابناء بلدهم وانت ايضا دورك انك تحترمي وجودك في هذه الدوله اكيد 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 حيكون معنا اكيد مداخله هاتفيه يتحدث فيها عن تنفيذ المديريه العامه للجوازات خطه لتوعيه المسافرين للخارج عنوانها جوازك مسؤوليتك، ويشارك فيها جميع ادارات الجوازات بالمناطق والمنافذ الدوليه برا وبحرا وجوا، وتنفيذا لهذه الحمله بشكل تنفذ عفوا هذه الحمله بشكل سنوي مع بدايه الاجازه بهدف توعيه المواطنين باهميه المحافظه على وثائق سفرهم. وسعدنا ان يكون معنا عبر الهاتف المقدم احمد الحيدان المتحدث الرسمي للمديريه العامه للجوازات. الان حيجهز الاتصال بعد شوي، لكن موضوع الحمله هذه جدا مهمه، جوازك مسؤوليتك ووقتها ايضا مهم، يعني دائما اول جائزة الصيف بتكون في حمله توعويه، اهميه مثل هذه الحملات التوعويه للناس اللي حابه تسافر. اكيد لما بيتعرف الشخص على اهميه جواز سفر ويعرف ان فعلا جوازه هو هويته، يعني هو خارج المملكه هو اثباته الوحيد، يعني داخل المملكه ممكن يكون عنده رخصه القياده ممكن بطاقه الاحوال، لكن خارج المملكه الجواز هو اثباته، فلا بد من ان يكون حريص عليه، لا بد زي ما قلنا ان يكون عنده صور علشان في حال فقده يعني او شيء. طيب احنا من بعض المشاكل اللي انت ذكرتيها يمكن نبذه بسيطه مرت كذا من خلال الحوار ولكن هي جدا مهمه، طريقه التعامل مع ابنائنا ولا مع الخادمات ولا مع السائق ولا المربيه وخلافه، يمكن احنا هنا شوي في تهاون من الموضوع وطريقه تعاملنا وطبيعتنا كبشر، مثلا انه ولدك مثلا جري بعيد وراح عنك فانت من خوفك عليه اول ما تقابليه تتعاملي معاه بشويه بصوت عالي او وين رحت او هذا، فهذه المساله دائما من الجانب لو كنا رحنا
برا تفهم بطريقة خاطئة ونلام ونحاسب عليها وتتحول إلى مسألة قانونية. أكيد برا يطلب كيف أقدر أني مثلا أحفظ حقي بأني أنا أقول لهم أنه لا أنا ما كان قصدي مثلا أني آذي ولدي ولكن هذه طبيعة التعامل، وإيش القوانين في هذا الموضوع تحديدا؟ مشكلة أنت هناك تتعرضي لقانون، يعني هناك في قانون أنت ما تقدري تقنعيهم وتقولي لهم، فالأفضل هو الأدب مع أبنائنا خارج المملكة وأن نكون حريصين على أن نعاملهم بشكل يعني حتى يعني نتجنب حتى في المشكلة في أحيانا أشياء زيادة عن كده، يعني مثلا أحيانا قد الولد يتعرض لأنه يطيح ولا شيء فيصير عنده كدمات، قد تسألي عن الكدمة أن كيف صار عنده كدمة. صح. أحيانا هم يطيحوا يعني لحالهم فتلقيهم يتعاملوا معك أنه أنت اللي أيوة أيوة فأنت بحاجة. في نقطة ثانية ممكن نتكلم عنها لو اللي هي الإجراءات لاستصدار جواز السفر. لابد لاستصدار جواز السفر السعودي أولا من تحديد موعد إلكتروني، تسديد الرسوم، وبعد ذلك مراجعة قسم الجوازات، إما هو نفس الشخص أو وكيل شرعي عنه إن علشان استلام جواز السفر وعلشان يقدر إنه يسافر. لو كان لا قدر الله الوالد متوفي أو شيء لابد يكون اللي بيطلع الجواز عنده ثق بالولاية علشان يقدر يطلع الجواز السفر. أكيد الإجراءات تختلف يمكن من منطقة لأخرى، ولكن هو سيستم واحد بأنه أنت لازم يكون عندك جواز سفر وساري المفعول وكل البيانات اللي فيه صحيحة قبل السفر. أكيد أكيد لابد من متابعته. جميل. في حال فقدان الجواز أو ضاع أو إيش الإجراء القانوني؟ أول شيء لابد أن يبلغ يعني هناك هنا يعني مو أقصد خارج مو في الخارج داخل المملكة داخل المملكة ببلغ في مثلا فترة جزائية معينة لل لا في حال تم ضاع يعني هو لابد ممكن أن يبلغ أن فقد جواز سفر ويطلب بدل فاقد عنه يعني على طول، فهو بيتم إلغاء الأول واستصدار جواز جديد بدل فاقد عن القديم يعني علشان يقدر. طبعا هي من القصص الطريفة اللي هي ما تعتبر طريفة، أحيانا أنت تسافر ويصير عندك بعض المشاكل اللي أنت ما تعرفي كيف تواجهيها. هذه قصة صارت معايا، ولدي بيلعب مع أخته وبالغلط ضربها بطرف العلبة، قاعد يفتح هدية بطرف العلبة جت في طرف عينها، فهي تأثرت جدا وقالت إنه أنا ماني قادرة أشوف، بالغت في ردة الفعل. أيوة. فإحنا حسينا إن الموضوع يحتاج إلى طبيب، لما رحنا المستشفى عزلوها عني وعزلونا إحنا عنها وجابوا أخصائية اجتماعية وجابوا يعني ضابط شرطة وقعدوا يستجوبوها، وكان في أخصائية نفسية قاعدة تحلل تعابيرها وكيف ردت فعلها، كيف علاقتك بأمك، كيف علاقتك بأبوك، هل هم دائما يزعقوا عليك، هل هم دائما، فحاولوا أنكم ما توصلوا لهذه المرحلة. هو مجرد خدش بسيط صار في الخطأ، يعني أحيانا ما تكوني أنت أصلا لا معنفة ولا شيء زي ما قلتي أنه ممكن الطفل يكون طاح بالخطأ، ولكن تضطري أنك تلجئي ل يعني إجراءات طويلة جدا، يعني أخذت معانا تقريبا 6 ساعات ونص في المستشفى عشان يحطوا لها بس ضماد وقطرة على عينها، ولكن الإجراءات القانونية كانت أكبر من كذا بكثير. وحتى لما غادرنا من الدولة كانت أمريكا أيوة كان في تنبيه، وكان في المرشدة الاجتماعية في أو الأخصائية السلوكية يمكن في المستشفى نفس الشيء، حاولت أنها تأخذها على الجنب وتستفسر منها بعض الأسئلة، يمكن هذا من حرصهم الزايد، ولكن إحنا أيضا أطفالنا ما شاء الله عليهم فيهم شوية حركة زايدة فالواحد لازم ينتبه، ويمكن دورنا إحنا كأهل أنه نوعي أطفالنا قبل أنه نسافر عن يعني بروتوكولات أو أمور معينة في السفر. صحيح. أيوة. زي ما قلنا ولابد احترام قوانين البلد اللي حنا فيها، ولابد أن نكون حريصين أنها هي فترة إجازة إن شاء الله تعدي بسلام يعني بإذن الله. بالتأكيد أكيد. كل شكر لك يا أستاذة عبيدة الشبر المستشارة القانونية على وجودك معنا في الحلقة. العفو حياك. أكيد نشكر.